السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس محمد إبراهيم من قناتكم محمود التقنيات. إن شاء الله النهاردة هناخد إزاي تستعلم عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية. هسيب لكم رابط الفيديو أسفل، رابط الصفحة أسفل الفيديو. أول ما تدخل على رابط الصفحة هيجي لك الشكل ده، هتقول له هتكتب الرقم القومي المكون من 14 رقم، 14 رقم ماشي الموجود، وبعد كده تكتب تاريخ الميلاد الخاص بابنك، سنة الميلاد والشهر واليوم ومحافظة الميلاد، المحافظة اللي موجودة في بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد، شهادة الميلاد سوري، النوع هتختار ذكر أو أنثى، وتقول له تسجيل الدخول. معلش الموقع هيبقى فيه ضغط شديد جدا عشان كل الناس شغال عليه. بعد كده الرقم أو الكود اللي أنت هتكتبه اللي هيجي لك ده هتحفظه عندك وتكتبه عندك في ورقة. وبعد كده هتخش على الموقع ده اللي هو إدمودو، اللي هو موقع المنصة الإلكترونية. بيقول لك لجميع المعلمين والطلاب أولياء الأمور يرجى عدم إنشاء حسابك، انتظر حتى يكون مسؤول مدرستك بمشاركة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنت ضغطت على إدمودو اللي هي هنا دي هيجي لك الصفحة دي. الصفحة دي هيقول لك فيها تسجيل كمدرس أو كطالب أو كولي أمر. احنا طبعا عايزين ستودنت اكونت، لو ضغطت على ستودنت اكونت تمام هيقول لك الاسم الاول، اسم الاول لابنك، اسم العائله، ورمز الصف. رمز الصف ده بقى هو ده اللي المدرس المفروض يديهولك، تمام يا جماعه، واسم المستخدم اللي هو هيبقى برضو اسم المستخدم هيبقى الاسم الخاص بيك. البريد الالكتروني اختياري، ممكن تحطه او ممكن ما تحطوش. كلمه المرور بقى زي ما قلت لكم، هقول لكم دلوقتي كلمة المرور مثلا بالنسبة للمدرسين أو أي أو أيا كان الطالب أو كده، هتكتب ايجيبت وتكتب تيتشر أي دي أو المعرف الخاص بالمدرس. يعني مثلا لو المعرف بتاع الخاص بالمدرس 1 7 2 6 3 5 4 بيديك مثال، دي مثلا ده التيتشر أي دي، هيكتب في كلمة المرور ايجيبت قبلها، وبيكتب بعد كده يكتب 1 7 2 6 اللي هو إيه رمز الإيه الخاص بيه، تمام. اسم المستخدم الخاص بيك هو معرف البريد الالكتروني، يعني اسم المستخدم اللي هو ده هيبقى الايميل الخاص بيا، تمام. رمز الصف ده اللي انا هعرفه من مدرس الفصل، كل مدرس فصل هيعرف التلاميذ رمز الصف الخاص بيهم، واول ما يعرفوا رمز الصف هيقدروا يخشوا على المدرسه. اسم المستخدم قلنا هيبقى كلمه هيبقى البريد الالكتروني اللي هو البريد الالكتروني الخاص بيك ايا كان. كلمة المرور هيبقى كلمة هتبقى مطبوعة بكلمة ايجيبت، تمام. ولو في أي جديد هعرفه، وبعد كده تقول له إنشاء حسابك، يعني يكتب الاسم الأول ليه والاسم العائلة الخاص بيه ورمز الصف هيجيبه من المعلم، واسم المستخدم هيبقى الإيميل، وبعد كده البريد الإلكتروني اختياري، يعني ممكن تحطه ممكن ما تحطوش. كلمة المرور على ما أعتقد إن هي تبقى أي كلمة، هي تبقى أي كلمة مرور، أهم حاجة رمز الصف عشان تخش على المدرسة الخاصة بيك والفصل اللي هو خاص بيك، تمام. وكلمة المرور دي على ما اعتقد هتبقى اي كلمة مرور انت هتنشئها. بعد كده في فيديو هسيب لكم الرابط اللينك بتاعه، الفيديو ده موجود في موقع ادمودو اللي هو موقع المنصة الالكترونية اللي هو خاص بوزارة التربية والتعليم، بيعلمك ازاي تحط الايه او تغير كلمة السر اول ما تخش على موقع ادمودو وازاي تتعامل معاه، تمام. هسيب لكم رابط اللينك بتاع الفيديو ده اسفل الفيديو، وكل الروابط دي هسيبها، اهم حاجه استعلام عن اكواد الطلاب ده هسيب لكم اسفل الفيديو طبعا اول واحد، بحيث انك انت اول ما تقول له تسجيل الدخول بعد ما تملى البيانات دي هتقول له تسجيل الدخول، هيجي لك كود الطفل او كود الكود الطالب. كود الطالب ده بتكتبه عندك عشان ده بعد كده هنحطه في اماكن معينه في منصه الكترونيه. ده غير رمز الصف يا جماعه، ده كود الطالب، ده غير رمز الصف. رمز الصف ده بنجيبه من المدرس الخاص بالفصل، مدرس الفصل هو يديهولنا، وهنعرف في الفيديوهات الجايه ان شاء الله كل حاجه عن رمز الصف ده، وان شاء الله الموضوع هيبقى سهل جدا، واحنا معاكم لحظه بلحظه وبنتابع موقع وزاره التربيه والتعليم. وجماعه اي معلومات خدوها من موقع وزاره التربيه والتعليم، الموقع الرسمي لوزاره التربيه والتعليم، بلاش تاخده من اي موقع تاني، يعني لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي يرجى عدم انشاء حسابك. يعني وزاره التربيه والتعليم موقع ادمودو بيقول لك ما تعملش حساب في موقع ادمودو اللي هو المنصه الالكترونيه الخاصه بوزاره التربيه والتعليم المصريه، انتظر حتى يكون مسؤول مدرستك بمشاركه بيانات تسجيل الدخول الخاصه بك.
تمام يا جماعة؟ يعني ما تعملش أي حاجة لغاية اللحظة دي، ما تعملش أي حاجة، أنت بس اللي هتعمله النهاردة هتعمل استعلام عن أكواد، عن أكواد الطلاب أو كود الطفل الخاص بيك أو الطلبة اللي موجودة عندك في البيت، هتشوف شهادة الميلاد الخاصة بيهم وتكتب الرقم القومي المكون من 14 رقم، وتكتب سنة الميلاد والشهر واليوم اللي هم اتولدوا فيه، ومحافظة الميلاد تختارها، جميع المحافظات موجودة هنا، وتقول النوع ذكر ولا أنثى، وتقول تسجيل الدخول، وتكتب رقم الكود عندك، ده فقط بس اللي أنت هتعمله النهاردة. بس يبقى عندك الروابط دي اللي انا مديها لك دي، بحيث انك انت لو جه رمز الطالب او كده، او المدرس مدرس الفصل اداك رمز الصف، تبدا تخش من رمز الصف على المدرسه الخاصه بيك، وبكده تخش ان شاء الله على مدرستك، وتتواصل مع المعلمين والمدرسين الموجودين من الفصل، وتبدا تتعامل معاهم. وهسيب لكم كل الروابط دي ان شاء الله، الاربعه دي هسيبها لكم اسفل الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة، في القناة وعمل اعجاب، ولو في اي استفسار سيبوه في التعليقات، وكل جديد هسيبه لكم في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله.